إليه. ما شاء الله. لا 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 لا. المفروض هكذا يكون المسلم. أنا أقول لأخي المسلم يعني. المسلم يعني سبحان الله العظيم. نعم. طيب. يعني دعنا أنتقل بحضرتك إلى محور آخر وهو لحضرتك مقولة شهيرة أن الفقهاء والدعاة في طريق الدعوة الإسلامية دائما ما يتكلمون عن نواقض الوضوء. ولم يتحدث أحد منهم أو كثير منهم عن نواقض العقيدة. فهل هنالك نواقض للعقيدة؟ هو طبعا نواقض الوضوء سهلة، يعني سهلة، علاج شأن طلب. نعم. ولا داعي لأن نتحدث فيها طويلا سليم. ونضيع فيها سنوات. نواقض لا إله إلا الله، الناس تظن أن مجرد قول لا إله إلا الله هم دخلوا في المعية، يعني في معية قائل الناس لا تظن، الناس متأكدة أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لن ندخل النار خلاص. عظيم يعني. طيب أبو بكر وادخل وأخرج كل من كانت لا إله إلا الله في قلبه وإن لم ينطقها بلسانه. عظيم عظيم. طيب أبو بكر رضي الله عنه لما حارب المرتدين قالوا لا إله إلا الله أم لم يقولوا؟ قالوا لا إله إلا الله. نعم. وكان يقول لخالد موصيا اقترب منهم، من أي قبيلة يعني بلغت إلى أسماع أبي بكر أنها ارتدت. ها؟ نعم. فتسمع، فإن سمعت الآذان فلا تهاجمه. الرسول كان يقولها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عظيم هذا ولكن إلا بحقها. الله يرضى عن، لأن عمر رضي الله لما عارض أبا بكر صح في قضية الردة، لما عارض أبا بكر في قضية الردة وقال يا خليفة رسول الله كيف تقاتل من قال، والرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عزم. قال أكمل يا عمر إلا بحقها، وحقها عند الله عظيم، حق لا إله إلا الله. الله. هو في وهذا هو المنطق الذي ارتكز عليه أبو بكر الصديق رضي الله إلا بحقها، إلا بحق لا إله، هذه لها حقوق، هذه لها حقوق. يعني الذي يدخل النكد على أسرة وعائلة وآلاف وملايين، هل هذا قد قال لا إله إلا الله حقا؟ يقول هذه نقرة وتلك لا لا لا، ما فيش نقرة، ما فيش الإسلام نقرة ونقرة، الإسلام كل، نحن نؤمن بالكتاب كله، لا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. يعني لما حرم الله عز وجل على اليهود اصطياد الحيتان يوم السبت ماذا صنعوا؟ نصبوا شباكهم يوم الجمعة وناموا في بيوتهم، وكانت الحيتان تأتي شرعا يوم سبتين، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، فكان من ضمن الفتنة تخرج الحيتان فتقع في الفخاخ والشراك والشباك. نعم. فأتون يوم الأحد يأخذ يقول نحن ما عملنا يوم السبت، هذا لف ودوران. وكثير من الناس هكذا، كثير من الناس هكذا، سبحان الله. يعني قر في 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 قلوب كثيرين نسخة جديدة عجيبة من الدين. وللأسف أستاذ محمد أن الكارثة أن كلا من المتمسلمين يصنع نسخة إسلامية لنفسه يظن أن النسخة الوحيدة المعتمدة وبقية النسخ مزورة. المتمسلمين المتمسلمين لا لا، لأن المسلم الحق لا يصنع من ذاته، المسلم الحق وقف عند كتاب الله، ما قال الله انتهى الموضوع، قال رسول انتهت القضية، سبحان الله.